كيندل ونشر الكتب على منصة أمازون. هتكلم معاكم في الفيديو ده باختصار شديد لأن أنا بحترم وقتكم، بحترم وقت المشاهد. مش هطول في هذا الفيديو عن 6 7 دقايق إن شاء الله أو أقل. أدخل معاكم في الموضوع مباشرة. كل من يهتم بمشروع كيندل لنشر الكتب على منصة أمازون، وخاصة الكتب ذات المحتوى القليل أو بدون محتوى، هتكلم معاكم النهاردة عن نيش مربح. هذا النيش له أهمية في شهر أكتوبر، تحديدا في آخر شهر أكتوبر. تعالوا بقى نتكلم عن هذا النيش. ما هو هذا النيش؟ أشتغل عليه إزاي؟ وإيه هي المصادر بتاعته؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو. ايه هو الموضوع اللي انا حابب اتكلم معاكم عنه النهاردة؟ دايما انا بجيب المواعيد المهمة، الاعياد، كل المناسبات من خلال e-rank.com، وده موقع له علاقة بإتسي، لكن انا هنا بجيب الكالندر اللي بيكون فيه جميع التفاصيل. احنا النهاردة 29 سبتمبر، يعني خلاص بعد بكرة يكون 1 اكتوبر. انا هنا بتكلم عن هذه المناسبة، وهي مناسبة في 31 اكتوبر، يعني بالضبط فاضل لنا شهر، وده الوقت اللي المفروض فعلا ندي نفسنا فرصة كافية دايما ان احنا نشتغل على اي موضوع. ده مش من المجالات اللي بيطلق عليها evergreen، اللي بتكون طول السنة، ده بيكون شيء موسمي. اللي حابب يشتغل فيه هو من الموضوعات الهامة جدا، وانا هوريكم دلوقتي بالدليل انه فعلا هي دي الفترة بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف مع بعض المصادر بتاعتنا او الاشياء اللي انا محضرها لكم النهاردة. انا هنا جيت اخترت طبعا الكتب بوكس، وبعد كده كتبت له هالوين كالورينج بوك، طلعت لي النتائج هنا. طبعا انا لو رجعت ورا شوية هنا كده هتطلع لي نتائج كتيرة، مش بس ان انا اختار هالوين كالورينج بوك، لا ده في حاجات كتير، تصنيفات كتيرة. وطبعا احنا عرفنا بقى من خلال هذه الأداة اللي اسمها AMZ Suggestion Expander ان انا تطلع لي هذه النتائج. اما السيرش فوليوم اللي هي الارقام، ده بيطلع من خلال الأداة اللي اسمها Keywords Everywhere. طيب انا جيت هنا وقلت له Coloring Book، اختار ده، هتطلع لي هذه النتائج. اول خطوة نتجنب Sponsored، ده وده مالناش دعوة بيه، دي اعلانات مدفوعة. من اول هنا بتلاقوا هنا ده بشكل أورجانيك، اقل من 100,000 يعني بيبيع. هنا ده 10,000، 6,000، 3,000، 11، 14، 4، 12، لا حاجة طبعا في منتهى الروعة. ده أكبر دليل إن الناس مقبلة في هذه الفترة على شراء هذا النوع من الكتب. ده سبونسرد وده سبونسر مالناش دعوة بيه، ولو إن ده شوفوا فكرته سهلة جدا. A is for animals preschool coloring book، ده ملوش علاقة بالهالوين. طبعا شيء رائع ما شاء الله، بيبيع مبيعات خرافية. ولو دخلتوا جوه الكتاب ده، ولو ان ده موضوع ليس له علاقة باللي احنا بنقوله، حابب بس اوريكم الكتاب اللي بيبيع مبيعات رهيبة ده عبارة عن ايه محتواه، لان الكلام بيجيب بعض واحنا هنا بنحب نستفيد. بصوا ده المحتوى عبارة عن رسومات، تخيلوا انتوا بقى هذا الكتاب اللي هو ده بيبيع كام. بسرعة كده نبص على كيدي سباي، طبعا تيو سربرايز، الكتاب ده بيعمل 11,000 في الشهر. طب عندي مصدر اخر، بادي من انجلترا. بادي هنا بيقول حاجة مهمة جدا، ده الدرس بتاع النهاردة البادي 29 سبتمبر، والنهاردة 29 سبتمبر. اسمعوا كده هيقول ايه. This top one just here, this is actually a Halloween low content book. هنا بادي بيقول لنا ان ده من احسن الكتب بتاعته، التصنيف بتاعه 41,000 في البيست سيلر رانك. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن كتاب للهالوين، عشان كده بقول ان ده نيش مربح جدا. اذا الفيديو ده انا هسيبه لكم في صندوق الوصف لو انتم حابين تتابعوا بادي، من الناس اللي انا شخصيا بتابعها، وانا من وقت لاخر برشح لكم ناس تتابعوها. تابعوا هذا الرجل لو الانجليزي بتاعكم كويس. هنا خلاص شفنا من خلال ايرانك ان الهالوين قرب يوم 31 اكتوبر، هنا شفنا بالدليل ان ده شيء رائع. اجيب بقى الصور بتاعتي منين لو انا عايز اعمل كتاب زي كتب الرسم بتاعت الهالوين؟ زي الكتاب ده مثلا اللي هو ترتيبه 6,000، ده كتاب للتلوين عن الهالوين، هي دي الصور بتاعته. لو انا حابب اعمل ايه، اجيب منين؟ انا عندي مصدر هنا، هذا هو المصدر اللي انا برشحه لكم النهاردة. ده هيكون مدفوع، اللي هي دي الصور بتاعته، وطبعا معاه الرخصة التجارية ان انتوا تقدروا تستخدموا هذه الصور. اظن كام 39 دولار. هسيب لكم الرابط وتقدروا على طول بقى تعملوا كتاب عن الهالوين، وربنا يكرمكم ويوفقكم. كلمة أخيرة لكل اللي بيشتغل على موضوع كيندل، لازم يكون عندكم صبر ومثابرة، عندكم جلد، لازم تشتغلوا، لازم الاستمرارية. هتنشر كتاب واثنين وعشرة وعشرين، ممكن ما يبيعوش، ممكن بعد شهر يبيعوا نسخة واحدة، لكن صدقني والله هيجي يوم هتلاقي فعلا الكتب بتاعتك بدأت تشتغل وبدأت المبيعات تيجي. زي هنا بادي، الكتاب ده مثلا
طالع معاه، الكتاب ده طالع، لكن مثلا الكتاب ده بينزل، الكتاب ده بينزل، فمش كل الكتب بتنجح، لكن اكيد هيجي لكن يوم، هيجي يوم واكيد كتاب من كتبك يضرب معاك. وانا اتكلمت معاكم في صفحة الفيسبوك على نظرية 20-80 وسألتكم وانتم اجبتوني، ما شاء الله عليكم. كلمة اخيرة لكل من يريد ان يستثمر في نفسه ويشتغل في الموضوع ده وياخده بيزنس بجد ليه، انا عندي اكتر من كورس، هسيب لكم الرابط طبعا في اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف لو حابين تشتركوا معانا. ايضا قبل ما انهي، كان في عندنا على صفحه الفيسبوك، لو انت مش مشترك معانا في صفحه كيندل اشترك، وهتلاقوا في اول بوست موجود فيه ديسكاونت للي حابب يشترك في الكورسات في اكتر من واحد، وتشتركوا بقى معانا في صفحتنا الخاصه على الفيسبوك للكورس. هذا هو ده كان فيديو النهارده، بصوا بقى على اللينك اللي انا سايبه لكم للصور، بصوا بقى على جميع الروابط، ربنا يكرمكم ويوفقكم. ولو عندكم اي سؤال سيبوه لي في التعليقات. شكرا لكم، ولا تنسوا ان الناس بالناس ومن يعن يعن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.